بسم الله الرحمن الرحيم ورمضان مبارك سعيد. هذا المعرض هو ديال جمعية الأخوي البهاوي. حنا طلقنا عليه هذا العام الشعار ديال ملتقى حروف ربانية، لأنه جاء في هذه الظروف الرمضانية المباركة. وهذا المعرض هو كيضم يعني المشاركة ديال 18 خطاط وخطاطة، من بيناتهم 8 ديال التلاميذ ديال الطلبة ديال الجمعية. حنا بغينا نكسروا به الجمود الثقافي، خصوصا من الناحية ديال الخط العربي في هذه المدينة، اللي كنتمناو باش نرسخوا فيها الثقافة ديال الخط العربي، ويكون عندنا يعني لما لا تكون عندنا واحد المدرسة خاصة بتطوان متفردة في الخط العربي، خاصة أن هذه المدينة أنجبت خطاطان كبيران وهما السي محمد والسي أحمد الباوي، اللي حنا طلقنا الاسم ديال الجمعية ديالنا بالاسم ديالهم الحمد لله. خطاط مغربي وشارك في هذا المعرض اللي كيحمل اسم ملتقى حروف ربانية، تزامنا مع الشهر الفضيل ديال شهر رمضان الكريم. وهذه الفكره جات نتيجه التحام بعض الخطاطه ديال تطوان، وحاولنا نمجوا بين مجموعه الخطوط اهمها المجوهر الجليل اللي هو خط مغربي يكرس الهويه المغربيه، يكرس فكره تصدير هذا الخط الى الاخر. اشتغلنا عليه الان. هذا الخط هذا الخليجيين والعرب كيحاولوا يقتبسوا هذه الفكره ديالنا، وخصوصا مع الاستاذ ديالنا الكبير السي عبد السلام فلوس اللي هو رائد هذا المجوهر، اضافه الى خطط اخر اللي سميته الاستاذ الخربوشي اللي قعد له الحروف. السي عبد السلام فلوس يحاول ان يصدره للخارج. الان نحاولوا احنا كمجموعه نحاولوا نجمعوا هذا الخط، ونحاولوا نقعدوا له ونعطيوه بعد شبابي للمستقبل. استاذ سعيد الدر مهتم بالفنان وخطاط، وكنهتم بالخط المغربي. هذا المعرض جاء كواحد الخطوه، واحد المبادره من جمعيه الاخوين البهاوي لفن الخط المغربي الخط العربي، وهي هذه كتجي واحد الخطوه او واحد السبق في مدينه هنا في مدينه تطوان. وفضل جهود رئيس الجمعيه اللي هو الاستاذ الخطاط السي عبد السلام الفلوس، اللي شجع التلاميذ ديالو حتى هما يشاركوا معاه في هذا المعرض وفي هذه التظاهره، وخصوصا في هذا الشهر المبارك السعيد، وقدموا هذه المنتوجات اللي كما كتلاحظوا معنا هنا في المعرض، المنتوجات اللي هي خدات واحد الانطباع جيد من طرف الحضور الكريم.